السلام عليكم. حاب احكي لكم قصه حصلت بيني وبين واحد من اصحابي، نقاش في حوار وان شاء الله يفيدكم. قال لي يا طلحه انت تبع منو؟ قلت له قاصد شنو؟ قال لي يعني تبع انصار سنه ولا تبع الاخوان ولا تبع الكيزان ولا تبع البلاغيين؟ قلت له انا ما تبع اي واحد من ديل. قال لي ليه؟ قلت له لانه كل ياخذ من كلامه ويرد عدا كلام النبي مصطفى صلى الله عليه وسلم. الله قال الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه، ما شرط ان يكون على ناس معينين. قام سألني قال لي رايك في الصوفيه شنو؟ قمت ذكرت له حديث النبي صلى الله عليه وسلم، افترقت اليهود على 71 فرقه وافترقت النصارى على 72 وستفترق امتي هذه على 73 كلها في النار الا واحده. قال لي بس انتم ما عندكم غير الحديث ده، بس دي هذه فرمالتكم، كل ما ذكرت لكم موضوع وفرق تقولوا لنا نحن الفرقه الناجيه ونحن اللي حننجو وكانه كل الناس حيخشوا النار وانتم اللي حتطلعوا منها. قلت له لا طبعا اكيد ما كده، لكن مجرد انتمائك لاي فرقه او لاي جماعه ممكن تكون انت من الجماعات ال 72 الف النار، تعمل حسابك. ما تنتمي لاي جماعه، فقط ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وكان عليه اصحابه. قام سالني قال لي كانت عندي مناسبه وانا امرت الحضور كلهم بانه يصلوا على النبي صلى الله عليه وسلم صلاه جماعيه بصوت واحد جهرا، انا فعلت رايك فيه شنو؟ قلت له هل تبتغي بهذا الفعل اجر؟ قال لي ايوه نعم. قلت له هل سمعت بالنبي صلى الله عليه وسلم فعل هذا الفعل او واحد من الصحابه؟ قال لي لا، لكن انا استحسنته. قلت له ما بكيفك ولا بفكرك، تعمل اللي انت عايزه. ذكرت له ايه قل هل انبئكم بالاخسرين اعمالا الذين ضل سعيهم في الحياه الدنيا وهم يحسبون انهم يحسنون صنعا. قام قال لي بس يا كيها، بس الايه بتاعت انتم عملكم كله صح وعملكم كله كويس وباقي الناس اعمالهم كلها يحسبون انهم يحسنون صنعا وهي اعمال ضلاليه. قلت له يا اخي ابدا والله ما كده. قلت له يا صديقي العزيز، الآن الشيعة بيضربوا راسهم وبيسيحوا الدم وبيضربوا نفسهم وجسمهم، رأي في الفعل ده شنو؟ قال لي فعل غير صحيح. قلت له عرفت كيف صحيح؟ وهم شايفين ده أحسن فعل، بل ويقربهم إلى الله ويرجو أن يدخلوا به الجنة. قلت له يا صاحبي، القاعدة الفقهية في الأكل والشرب جميع المأكولات والمشروبات حلال إلا استثناء ما نص الشارع بتحريمه، يعني أي أكل أو شرب حلال إلا إذا لقيت نص في القرآن أو نص في السنة تدل على تحريمه. وعكس هذه القاعدة، القاعدة الفقهية في العبادات، فجميع العبادات لا تجوز إلا ما نص الشارع بها، يعني أي عبادة تلقاها ما في لا أثر أو حديث أو من القرآن والسنة فهي عبادة لا تجوز، تبعد منها وتخليها طوالي. قلت له كيف انت عايز نعمل لي عبادة ابتغي بها الأجر والثواب من الله؟ والله عز وجل يقول في القرآن قل هل أنبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. وأنا يا صديقي العزيز عشان أطلع من حتة الخطر دي أعمل لي عبادة وأقوم بها وتطلع في الأخير هي خسارة علي، طوالي بجيب العمل وبعرضه. هل ذكر في القرآن؟ هل ذكره النبي صلى الله عليه وسلم وفعله؟ هل فعله الصحابة؟ مجرد ما ألقى أي رد أو إجابة في حتة الثلاثة دل طوالي بتجنبه وببعد منه. وقبل ما اختم وروني كلامي ده صح ولا غلط، فكل يؤخذ من كلامه ويرد. السلام عليكم.